قبل نحو عامين عندما بدأت هذه الأزمة ثم تحولت إلى شيء من الشدة، كنا نظن أنها ستنحسر عما قريب، إن هي إلا أشهر وستنحسر، ولكننا فوجئنا بأنها حرب عالمية معلنة على سوريا من قبل الغرب بشطريه الأوروبي والأمريكي، تقودها المسيحية المتهودة، أجل تقودها المسيحية المتهودة التي تنتظر مسيحها ذا العين الواحدة. نظرنا فوجدنا أن هذه الحرب العالمية يستخدم لها إخوة، بل تستخدم لها أقاليم من شتى أطرافنا، عن يمين وشمال ومن شرق وغرب. ونظرنا وإذا بهذه الحرب العالمية يستخدم لها، لا أقول جيش بل جيوش، من الأخلاط والأمشاج المرتزقة، ذوي السوابق القابعين في سجونهم، أولئك الذين صنعتهم أمريكا والذين يسمون القاعدة وذيولة. نظرنا فوجدنا أن الذين يستخدمون لتنفيذ هذه الحرب هم هذه الجيوش بل الأمشاج. ونظرنا فوجدنا أن أطنان الأسلحة تستخدم وتقذف من شتى الأنحاء إلى هذا القطر السوري، فماذا كانت النتيجة؟ كان مجرمو الغرب يراهنون فيما بينهم أنها أشهر وستنحسر عن دويلات أربع متخاصمة صغيرة تحل محل دولة كان اسمها سوريا. فما الذي آل إليه الأمر؟ ها هي في مدة تقارب بل ربما تزيد على العامين، الواقف في وجه هذا المد، هذه الحرب العالمية التي وصفتها لكم بمستخدميها وبمنفذيها، يقف في وجهها جيش واحد لدولة واحدة، وها هو هذا الجيش يمزق رهان هؤلاء الغربيين شر ممزق. ها هي في هذه الدولة ننظر إليها اليوم وإذا هي أرسخ وجودا، وإذا هي أثبت دعائماً